فهم بعتوا لنا او مش بعتوا لي، بعتوا للكابتن خالد بعض الرسائل. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير مع نجوم كره السله رجال ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اكيد كابتن خالد العوضي طبعا اسم كبير في كره اليد في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. طبعا كابتن خالد لو هتكلم عليه هو عشره عمر، يعني من ايام الواحد كان بيلعب في ناشئين النادي حتى وقتنا هذا. لو هتكلم على كابتن خالد طبعا على المستوى الاداري اقول يعني من وجهه نظري انه من انجح مديرين النشاط، لانه من الناس اللي بتشتغل على الارض مش من المكتب، بيدور دايما على مشاكل فرقه وبيحلها، دايما بيحاول يساعد فرقه ويوفر لهم الظروف اللي يقدروا يوصلوا للمكسب فيها. بصراحه جهد كبير قوي السنه دي، النتائج كلها السنه دي باينه. طبعا ده مش نتاج صدفه، ده نتاج مجهود كبير من نشاط رياضي واداره ومدربين واجهزه ولعيبه وربنا كده ان شاء الله يخلي الاهلي دايما في انتصارات. من مميزات كابتن خالد كمان فعلا انه من الشخصيات اللي مش عناديه، يعني ممكن يكون هو الراجل مثلا بيفكر تفكير ما واي حد يقول له مثلا على وجهه نظر فيلاقيها هي الصح فينفذها، ودي ما فيهاش اي كبر ولا فيها اي حاجه. طبعا دايما بيبص على مصلحه النادي، الاحسن للنادي يتعمل حتى لو مش وجهه نظره هو. فبشكره على المجهود الكبير اللي عامله السنه دي في النشاط الرياضي، واتمنى له الافضل في المواسم اللي جايه باذن الله، وان شاء الله كده يكون دايما العاب الصالات في تقدم. شفنا السنه دي كل العاب الصالات متواجده دايما في اي رعاه اي سبونسر موجود للنادي، وجود فرقة العاب الصالات موجود بشكل قوي. شفنا في اعلان النادي اعلان الرعاه كل العاب الصالات متواجده، وده نجاح لاداره النشاط الرياضي ان هي قدرت ان هي تبروز فرقها ونجومها ولاعيبتها، وده نجاح مشترك ما بين الاثنين سواء لعيبه او سواء اداره نشاط رياضي. بتمنى له التوفيق طبعا من كل قلبي، وان شاء الله في تقدم والنادي الاهلي كله في تقدم باذن الله. الحمد لله للسنة التانية على التوالي، يعني ربنا كرمنا بموسم استثنائي وتاريخي، قدرنا نكسب فيه 4 بطولات بعد أول سنة كسبنا فيها 5 بطولات. بحب أشكر كابتن خالد العوضي اللي ما تأخرش علينا في أي حاجة وكان على طول داعم لينا، ويعني كان قبل ما يكون مسؤول كان يعني بروح مشجع وكان على طول في ظهرنا. بشكره جدا يعني على مجهوداته إن احنا قدرنا نطور راسه ونكسب، وإن شاء الله لسه اللي جاي أحسن. لسه اللي جاي احسن رجاله. اه رجاله بنبسط بيهم جدا بصراحه.